السلام عليكم أعزائي الطلبة، أرحب بكم في هذا الدرس الجديد. اليوم راح نتعلم أربع كلمات اللي هي سالري بمعنى راتب، أوكي، ويجز بمعنى أجور، أوكي، وعندنا برو يستعير، ولند يعير، أوكي. هني أربع كلمات وعليهن تمرين راح نشوفه، أوكي. هسا عندنا السالري وعندنا ويجز أجور. شوف، سالري بمعنى راتب. مثلا شوف هاي الجملة، يقول he collects his salary at the end of each month. هو ياخذ، يجمع، هنا collect يجمع يعني يستلم، هو يستلم الراتب مالته at the end، في نهاية كل شهر. إذا السالري شنو هو هنا؟ السالري راتب شهري. عندنا wages أجور، the workmen العمال collected their wages at the end of the week. العمال يستلمون أو يأخذون أو يجمعون أجورهم at the end of the week، في نهاية الأسبوع، تمام. السالري عادة راتب، بس يكون راتب شهري، بس الويج الأجرة يومية، أجرة أسبوعية، وهكذا. عندنا برو، قلنا يستعير، زين. He has never borrowed money from me. هو أبدا ما استعار أموالا مني، تمام. يستعير شيء من شخص. البرو يستعير شيء ما من شخص ما، تمام. زين اللند، I asked him to lend me 2 pounds. أنا طلبت منه أو سألته أن يعيرني إيش قد؟ يعيرني جنيه، 2 جنيه استرليني. شوف، يعير شنو؟ يعير لشخص عاقل شيئا معينا. I asked him to lend 2 pounds to me. أوكي، أنا سألته أن يعير يعير، شوف هنا، يعير 2 pounds إلي، تمام. بس اللي ماشي أكثر شيء، يستعير شيء من شخص، ويعير يعطي، يعني بمعنى يعطي شخصا ما شيئا ما. خلينا نشوف هذا التمرين اللي جوه. يقول كذا كذا، يقول استخدم هاي الكلمات في الفراغات. He is a bank manager and he is gets a good. شوف، هو he is a bank manager، هو مدير مصرف. And he gets، وهو يتلقى أو يستلم a good. إيش يستلم؟ يستلم a good salary. هنا نخلي salary، هنا نخلي كلمة salary هنا برقم واحد. هو مدير مصرف ويستلم راتب زين، good salary. ليش؟ مدير وكذا هذه، فبنهاية كل شهر يستلم راتب زين. I him some money and he said he would give it back to me when he's got his. Okay. I him some money. هنا شنو؟ هنا نخلي lend. I lend. Okay. I lend. هنا T طبعا لازم يصير lend to ماضي. أنا أعرته بعض المال. And he said، وهو قال، he would give me، أنه سوف، give me back يعني يرجع لي، يعطيني يعني يرجع لي، to me، أنه أنا أعطيته بعض الأموال وهو قال أنه راح يرجع لي إياها، when he got his، لما يحصل his شنو هو؟ salary. أوكي، هنا ممكن salary، ممكن wage، بس هنا salary، لا أكثر شيء salary، لأن إحنا wages هنا جمع، هنا salary تتخلى، وهنا lend. أنا أعرته بعض المال وهو قال أنه سوف يعيده إلي عندما يستلم راتبه. Yesterday، البارحة، he my typewriter. I hope he return it soon. Yesterday he borrowed استعار، هو استعار هاي typewriter، آلة طابعة قديمة. اوكي، بما ان يسترداي برو، فهنا ماضي يصير بارود، هو البارحة، هو استعار طابعة مالتي، هاي الطابعة. I hope، الآلة الكاتبة. I hope he returns it soon. آمل أنه يعيدها قريبا. The postmen are on strike again. The postmen ذول اللي يعملون في البريد، اوكي،
موظفي البريد are on strike again. حاليا مسوين اضراب مرة اخرى. They want higher, هم يريدون higher اعلى wages, يريدون اجور اعلى. فهنا اجور, يريدون اجور اعلى. Worksmen have gone up since the war. Worksmen ذول العمال, هنا نخلي wages اجور العمال. اجور العمال قد ارتفعت منذ الحرب. اوكي اعزائي, فاتمنى استمتعتوا بالدرس, تقبلوا تحياتي والى اللقاء.